هذه الأعمال منفذة بشتى مواد وخامات النحت المعروفة، من الخشب، من الحجر الصناعي، من البرونز، من البوليستير، من أيضا الخزف. الموضوع الرئيس الذي عالجته في أعمالي هو الواقع المرأة. المرأة كمخلوق جميل، معطاء، نبيل، مضحي، وفي، فهي دائما وفيها لها علاقة وثيقة بالأرض. هي والأرض الواقع أنا أعتبرهم هن اللي بينسجوا الحياة، هن اللي بيضخوا الحياة. من المرأة تنبثق الحياة ومن الأرض تنبثق الحياة، لذلك دائما أربط بين المرأة والأرض.